يوسف، اش ممكن تقول لنا على هذه الصربه ديال اليوم؟ وهاد الصربه كتدخل، هاد اللقاء ديال اليوم كيدخل في اطار الاستعدادات ديالنا للملتقى ديال فرص في النسخه ديالو الرابعه. هذا هو الفريق اللي غادي يمثل الاقليم الجديده، لان عندنا جوج ديال الفرق، فرقه غادي تمثل جهه بوكال عبده وفرقه ديال مدينه الاقليم الجديده. وبالتالي حنا مرتاحين الفريق ديالنا وراه منسجم وعطى واحد النتائج مرضيه، جد مرضيه اليوم. نتمنى الله تيسير باش نحمروا وجه، وحنا كنستقبلوا الناس ديالنا ديال جميع الجهات ونفرحوا بهم ونبغيو كل شيء يكون يدوز بالسلام، هذا هو الاساس. هذه استعداد الاسبوع الفرس، استعداد الملتقى ديال الفرس النسخه ديالو الرابعه. ميرسي بيان سي يوسف.